يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني لا ينفذ أبدا. يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفذ أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل به. امتى الجوارح تعمل والقلوب تتوكل؟ الجوارح تعمل والقلوب تتوكل. خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. فهو عزتي وجلالي، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهن، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، أهي دي بتاع ودود بقى، أنا لك فبحقي عليك كن لي محبا.